أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن الهيئة العامة للقوى العاملة تمكنت من تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة ومنها زيادة الإيرادات. جاء ذلك في تصريح على هامش الحفل الذي أقامته الهيئة العامة للقوى العاملة بمناسبة مرور 3 سنوات على إنشائها. 3 أعوام هو عمر الهيئة العامة للقوى العاملة، استطاعت أن تحقق إنجازات عديدة وضعتها كأهداف استراتيجية. مرور 3 سنوات على إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، وسعدت لله الحمد بتحقيق أهداف تم وضعها كأهداف استراتيجية من قبل مجلس الإدارة، وأول هدف اللي هو زيادة الإيرادات، وكما شاهدنا اليوم هيئة حديثة استطاعت أن يعني تزيد من إيراداتها إلى أن تصل إلى 47 مليون وإن شاء الله في ازدياد، وهذا يؤكد أنها ماشية على استراتيجية محددة. سعت الهيئة إلى تطبيق نظم آلية حديثة لجميع خدماتها، وذلك لتوفير الوقت والجهد وتقليل الدورة المستندية، تسهيلاً لبيئة الأعمال، تيسيراً على كل المواطنين وعملاء هيئة القوى العاملة، واللي هو تدشين النظام الآلي الأونلاين لجميع خدمات الهيئة. كما شاهدنا أن أحد الشركات قامت بتدشين خدمة، هو لدينا 43 خدمة في هذا النظام. نتمنى إن شاء الله في الأيام القليلة أن كل الشركات تستخدم هذا النظام. ومن الإنجازات التي تفخر بها دولة الكويت على المستوى الإقليمي في حماية العمال إنشاء مركز لإيواء العمالة الذي عالج ما يقارب 40 حالة من حالات الإتجار بالبشر، وقام بتوفير ما يقارب من 100 فرصة عمل محلية بالتنسيق مع الجهات المشتركة. الحدث الأهم طبعا احنا نوصل رسالة ان الكويت دائما راعية لحقوق العمالة الوافدة وتحرص على تقديم الحماية الاجتماعية، فمن ضمن الانجازات اللي نفخر فيها هو وجود مركز الإيواء، وهو مركز فريد في الشرق الأوسط اللي يقوم بتقديم خدمة اجتماعية لعمالة قد تكون تعرضت لشبهات التجار بالأشخاص. الهيئة العامة للقوى العاملة نهضت بأعباء كثيرة لتحقيق التناغم في سياسات العمل داخل الكويت، ووضعت الضوابط والمعايير لرعاية العمالة التي تجاوز عددها 1,800,000 عامل من مختلف الجنسيات. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.